ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، واللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحق بيتصدم. بيتحذر كل لما كان بيتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في أو يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. العشرة الطويلة اللي بيني وبينك يا نوران، زي ما انتي ما بتقولي، خلي مفيش بينا جمال. أنا عارف أنت راسم على إيه، عشان كده مش هعمل أي حركات تضرك. ألو فتحي، أنا سلمى. أنت لو تعرفي فتحي زدان كويس مش هتخافي، عشان أنا ماليش في هزية الستات. أخبار الأرملة الطروب إيه؟ عشقة صبابة؟ طبعاً، وكله أندر كنترول. بس عارف برهان، انا ما احبش الطريقه دي. سلمت الشوف اللي قدامك ده واحد تاني غير اللي انت كنت تعرفيه، ولا مش واخده بالك؟ مش عارفه، يمكن عشان الطيب اللي بعينك بعد نفس الشيء ما اتغيرت. احنا عشره عمر، وانت عارفه حياتي كلها اكتر من اي حد. عمري كله خد نصايح واسمع كلام اللي حواليا واحاول ارضيهم حتى لو كان على حساب نفسي. دورية خلاص يا حاوي، ما تشغلش بالك بيها، بقت في جيبي الصغير.
مهم فطمني، انت ناوي على ايه؟ هنعمل قناة، قناة فضائية هنعمل فيها كل حاجة. الظرف ده فاكرها؟ الظرف اللي انت سبته لي تمن اليومين اللي احنا قضيناهم سوا. ارمي فينك، ارمي فينك. الشاي باي وراه وراه. بصلي هنا، الإسعاف جاي. بابا يا بابا اصحى. ها نقول الله يرحمه؟ ها ايه، خلص عليه ولا لا؟ بطل راغي ويطلع البيت عندك على طول بسرعة. ماشي ماشي، أدي أعضائك. خرب بيت معرفتك. يعني يا عم فتحي طلع كلام في الهوا وعملت برضه اللي في دماغك؟ ما بصراحة يا تربو، لما هي كلمتني أنا ما قدرتش أمسك نفسي ورحت لها. المهم وصلت أمانتك وارتحت؟ آه طبعا. لا مش عارف إيه يا ابني اللي هو آه ولأ ومش عارف؟ أنت هتجنني معاك؟ ما
بصراحة يا تربو أنا لما رحت لها قعدت تهلفط بكلام كتير ملوش أي معنى، خلاني ألف حوالين نفسي. بقول لك إيه؟ أنت عملت اللي يريحك وفشيت غلك خلاص، يبقى تسيبك منها بقى خالص يا فتحي، وخلينا نفوق للي ورانا. آه، ما هو ده اللي أنا ناوي أعمله فعلاً. تمام. بس يا أخي الدنيا، الدنيا وحشة أوي. الحالة اتدهور بيها على الآخر. بقى هي دي سلمى بنت الأكابر اللي كانت تمشي تقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. الدنيا دي وحشة أوي يا تربو. الدنيا كسرتها كسرة صعبة أوي. إيه يا ابني؟ أنت مش عايش في الدنيا ولا إيه؟ أنت مش داري باللي بيحصل في سوريا يا فتحي. تفتكر هو ده السبب؟ أكيد أكيد، هربانة من الحرب هناك وجت مصر هنا بقى إيد ورا وإيد قدام. المهم إن أنت رحت لها عشان تديها الدين اللي كان في رقبتك، وها برضو القرشين دول أكيد هينفعوها في الظروف اللي هي فيها. ده لو اللي أنت بتقوله ده صح يا تربو، ده الموضوع كده يبقى لف المعربي. يا ابني الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي معدي الخيال بكتير قوي، وما يخطرش على بال اجدح مؤلف. قول يا عم القور، خدوا الحكمه من افواه المجانين. المهم انت بس يا فتحي عايزك تفوق وتروق عشان نركز على اللي احنا داخلين عليه. ما تقلقش يا تربو، اللي حصل الليلة شال من على قلبي حمل تقيل أوي، كان منغص عليا عشتي طول السنين اللي فاتت. ومن الليلة مفيش في دماغي أي حاجة غير العملية اللي احنا داخلين عليها. على تربو ولا على بابا؟ يا قور، لا بابا ولا ماما، سلمى خلاص صفحة واتقلبت وراحت لحالها بخيرها وشرها. ودلوقتي مفيش في حياتي غير واحدة بس اسمها كارما، هي اللي استحملت بسبب كتير وتعذبت كتير، وهي اللي ممكن افديها بروحي. كارما بس يا تربو. خالد أنا عايزك تطمن، إن شاء الله هيقوم بالسلامة. ربنا يستر يا باشا. طيب سعادتك ما شفتش مين اللي عمل كده؟ لا، كان لابس قناع. بس هيروح مني فين؟ ما أخدتش رقم العربية اللي هربوا بيها؟ لا يا هبة، جريوا بسرعة جدا والدنيا كانت ضلمة، وبعدين ما كانش ينفع أسيبه في الأرض غرقان في دمه، كنت لازم أجيبه على المستشفى بسرعة. زي ما أنت قلت هيروحوا مننا فين؟ بس ده مش طار شخصي. عايزين نهدى بقى ونفكر، عشان لازم نمسكهم ونسلمهم العدالة. خير يا دكتور؟ طمنا عليه. خرجنا الرصاصة والحمد لله هو بقى كويس، ونقلنا لغرفة الإفاقة. متشكرين قوي. الحمد لله. شكرا يا دكتور. يلا الحمد لله على سلامة الولد. الله يسلمك. أنا بقى محتاج دكتور يفحصك ويشوف الإصابات اللي عندك. يا باشا ما تقلقش، دي كلها حاجات سطحية. اسمع الكلام، تاخديه على الطوارئ تخلي دكتور يفحصه. حاضر يا فندم. وأنت تاخد بتوع المعمل الجنائي وتطلع لبيت خالد، وأنت عارف هتعمل إيه. تحت أمرك يا فندم. بكره ان شاء الله بعد ما نطمن على الوالد لازم نعمل اجتماع في المديريه ونخطط للي جاي. اللي جاي؟ يا نهار اسود على اللي جاي، ده هيبقى سنه سودة على دماغهم ودماغ اللي خلفوهم. الحمد لله على سلامه الوالد. الله يسلمك. باذنك. اتفضل. وانا هروح البيت عندك عشان اقوم باللازم. عايز حاجه من هناك؟ شكرا يا مجدي، انا هرجع لك على طول. ماشي. يلا بينا على الطوارئ. لا لا لا، مش هروح اي حته. هقعد هنا لغايه ما يطلعوه من جوه وياخدوه اوضته واشوفه بعينيا واطمن عليه. بعد كده نعمل اللي انت عايزاه. وبعدين يا عنتيل في الوقعه السودة دي تخلص عليه ولا الراجل العجوز اللي حشر نفسه ودخل في النص بوظ العمليه؟ لاول عمليه يكلفونا بيها. والناس دي كلامك عنهم ما بيهزروش كده. السبوبة هتروح مننا وشقنا هيروح قدر. بطل لك وانزل من العوداني، خلينا نفكر هنعمل ايه.
ايه هما؟ باسل حبيبي، كنت لسه هكلمك لقيتك بترن. لقيتك تأخرت في الاتصال، قلت اكلمك. ايه الاخبار؟ تمام. هو طلع واد صعب شوية وعافر حبتين، بس على مين؟ وحياتك سلكته. لا انا تمام وخلعت في السليم. اقرا له الفاتحة انت والكبير. بقول لك يا باشا، انا عندي المكنة اللي اتدارى فيها. لا مش هجي، انا ممكن اجي اخد حسابي قبل ما الدنيا تتدربك. ماشي. وحياتك عم باسل، ووصي الكبير علينا يبحبح ايده حبتين عشان العملية كانت صعبة. يا عم باسل، ابقني في السريع عشان تجدني مطيع. انا هرتب حالي مع الدكتور، والساعه كده هكلمك وهقول لك هتقابلني فين عشان اسمع منك التفاصيل وهدي لك حقك من العمليه. لا ما تقلقش، مش هتاخر عليك. سلام يا برو. كده بقى احنا ارتحنا من خالد واطمنا زي ما ارتحنا من طارق قبل كده. بس غنيم ده بيحب الفلوس قوي. غنيم ده كلب فلوس، واكيد عايز يضمن حقه اول باول. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ مش عارف انت بتقولوا ايه. الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بس اديله الفلوس اللي هو عايزها، شرط ما يظهرش قدام حد خالص، ولما احنا نعوزه هنكلفه بمهمه جديده، نديله فلوس ويرجع يظهر. اول ما بيرد. ايوه كده انا هبقى طمنت على عمليه فتحي خالص. وكده كمان فتحي هيطمن ويبتدي يود ميرفت وتوصل لنا اخباره اول باول. بس كلم برهان، خليه يكلم ميرفت ويطمنها انه خالد خلاص مش هيظهر بعد كده في حياتها خالص. وخليه يكلم الامين فايز عشان يتابعه الضابط الجديد اللي هيمسك مكانه. تشغل مخك بلاطه وما تبقاش بلاطه. بعد عمليه الضابط دي ما باظت، احنا خسرنا الناس دي ومش هيكلفونا باي شغل تاني. ده غير بقى انهم ممكن يفكروا ويخلصوا مني، لان اعرف عنهم كتير. يعني قافله من ناحيتين زي الضمنة، غفلاقه بغفلاقه وعداوه بعداوه. نقفش الهبره ونخلع، ولا نطلع من مولد بلا حمص ويبقى موته ما تمت وخراب ديار. كده انا فهمت كل حاجه، وانا لما افهم مش سهل. عداك العيب واذى، ملناش في خراب البيوت، ولو اني عشمت نفسي بالعز. هيحصل وحياتك لا يحصل. نقفش الهبره وهبغددك. انا في دماغي كام سكه يخلوا الهبره هبرتين وثلاثه وميه. سكه ايه ولا مؤاخذه؟ بعدين هلغيك لما ارتبها في دماغي. بس اللي انا مرتبه ومالي ايدي منه هقوله لك. اللي هو غنيم عشماوي العنتيل من دلوقتي هيشتغل حر نفسه لحساب نفسه. يعني ما بقاش عليا كبير، انا الكبير. ولا ما ينفعش يا عم بلاطه؟ تنفع ونص. بدماغك السم دي وقلبك القاعد انا معاك. رتب انت لاي غبره هتلاقيني في ظهرك على طول. حياتك وغلاوتك لا يحصل يا بلاطه، وقريب قوي. العنتيل هيوريهم شغل الكبار اللي على حق. يا عم باسل تمام؟ اقل من ساعه واكون عندك. لا عارف المكان. عارف. سلام يا حبيبي. ايه حصل؟ وهوصل اجيب المصلحه واجي على طول. تحب اجي معاك؟ لا لحد يلمحك. خليك كارت متغطي بس ما تتاخرش عليا. ما تخافش راجع خلاص. هنا بقى المقر اللي الكبير هيدير منه العمليات، وانت بقيت دراع الكبير اليمين. سلام. ربيت ام معرفتك. Thank you.
أنا خلاص رسيت المزاد على شكري لأنه بين كرامة. كلف محامي كبير حيلعب نوران صح، ده غير أنه اداني شيك بمبلغ معقول أوي حنسدد منه ديوننا ونمشي بيه حالنا لحد ما نوران تسلم وتدينا كل اللي احنا عايزينه. والله شكل اللي اسمه شكري ده والمحامي بتاعه هيلعبونا احنا وهيستخدمونا احنا في تصفية حساباتهم مع نورهان، واحنا اللي هنضر ونتبهدل في الاخر. طب اعمل ايه بس؟ مهما قلت مش بتسمعي غير صوت دماغك يا ماما، وفي الاخر انا وانتي عارفين كويس قوي ان لا لينا حق عند حد ولا هنقدر نوصل لحاجه. صباحو. ايه يا غنيم طمني، خالد مات ولا لسه في احتمال انه؟ انا سبته مفرفر وما مشيتش لما اطمنت انه خلص. طيب خليك مختفي زي ما اتفقنا، وما تسهرش الا لما اكلمك واكلفك بمهمه جديده. حصل واللي حصل وصل، مش تقبجني بقى عشان اطير قبل ما النهار يطلع. غنيم مش هتفتح الشنطه وتطمن لحقك؟ يا عم انتوا عالم مضمونه، الدار امان واحنا برضو بنعتبرك امان، وياريت تفضل امان. امان الامان يا معلم، السلام امانه للكبير. مع السلامه. سلام يا راجل عجوز. الله يسلمك راجل عجوز. بالراحة بالراحة. هو لولا الراجل العجوز ده كان زمانك انت بقى استغفر الله العظيم يعني دلوقتي هناك وطلعين عليك بالبلح والسفن. اوعى اوعى تقول كده، ده انا كنت واكله. وبعدين بقول لك ايه، هو هيروح مني فين؟ بس شفت ابوك بقى وهو داخل على الواد وهو زي الوحش. وحش ايه بس؟ ما تخلي الطبع مستور بقى. يخلص خالص. وحش غصب عنك يا وادي خيبان. روح كده بقى لحد المرايه شوف انت كده انت تروقت ازاي؟ معلش. ألف مليون الحمد لله على السلامة. بقول لك ايه، وحياه غلاوتك عندي ورحمه امي اللي اجيب خون لك لغايه عندك هنا ويتمنوا الموت ما يطلعوش. باليمين يا ولد. مرة قلت لك هاتي حد ينظف وريحي نفسك، وانت يا حبيبتي اللي في دماغك في دماغك. يا ستي ولا تعب ولا حاجة، اديني بنظف في بيتنا برضو وبسلي نفسي بدل الزهق اللي انا فيه. ماشي، واضح بقى انك انت غاوية شقة وتعب. ولا شقة ولا تعب، على قلبي أحلى من العسل، وهيبقى العسل أكتر يوم أتعب لك يوم فرحك اللي شكله مش هيجي بتنشيف دماغك ده. والنبي يا ماما ارحميني من سيرة الهم ده.
سلام. هم؟ والله العظيم بكره تندمي على الهبل اللي انت فيه ده. انا عايزه اندم. مع السلامه. ازيك يا رانيا؟ الحمد لله خير. اي خدمه؟ اي حاجه هتقوليها او تعمليها عندك حق فيها يا بنتي. انصحك نصيحه، روح لحالك وسيبني لحالي، لان دخلت الافلام الابيض واسود دي ما بتاكلش معايا. مش قبل ما تسمعيني يا رانيا. ايه بالعافيه؟ ما انا ممكن اعلي صوتي وافرج عليك الشارع ده كله. يكون في علمك انا ابويا مات من زمان وزمن المعجزات خلاص خلص، يعني مفيش ميت بيصحى. باشا صباحو. اهلا نزيل. مالك يا باشا؟ انا بضحرك عليك الصباح، مالك قرفان مني زي ما اكون في وش عين سمكه كده يا سيدي؟ لا قرفان ولا غيره، ما انا قلت لك اهلا نزيل. ايه عايزني اقوم اخدك بالحضن ولا اعمل لك ايه؟ لا عايزك تديني عاد نافع. بص يا زين، الكلام في الموضوع ده مش وقته خالص. مش وقته؟ من امتى وقته يا باشا؟ أزين، أنا عندي جلسة قريبة والجلسة دي شغلة دماغي قوي، بعد ما أرجع منها هرد على العرض بتاعك. أنت عشمان في البراءة ولا إيه يا باشا؟ صعب، مفيش قاتل بياخد براءة. ولا بطل زلالة. بقول لك إيه، مالكش دعوة إيه اللي عشم فيه وإيه اللي ما عشمش فيه، وبعدين لو كترت في الكلام هقول لك وريني عرض كتافك. رزلت وزودتها هروح ابلغ المأمور على اللي انت بتلغيني عليه وهو يتصرف معاك بقى بمعرفته. يا على ايه؟ طيب احسن، بس اوعى تفتكر ان تهديدك خوفني. زين ابو خطوه ما بيخافش غير من اللي خلقه. مش عايزك تتهور عشان ما ترجعش تزعل وتفضل مأنسنا بقيت عمرك. ده لو كان ليك عمر وما لبستش البدله الحمراء. زين انا بس بفطامه، انا عايز مصلحتك يا باشا. ما دام الجلسة قريبة ومال مستنى، أنا كل اللي عايزه راحتك بالإذن، وقابلك بعد البراءة. انسى وقول نسيت. نور مناقصة وزارة الصحة رست علينا يا هاني. كويس قوي. شوف يا أستاذ شوقي، أنا عايزة الطلبية دي تتسلم وقبل ميعادها ان شاء الله. احنا عندنا ستوك كتير في المخزن، واول ما نمضي عقود المناقصه هنقوم بالتوريد فورا. طمني، اخبار شركه الامن والحراسه ايه؟ استلمت كل المواقع ولا لا؟ تمام، انا الاخبار اللي جايلي بتقول ان كل المواقع مؤمنه على اكمل وجه. عظيم كده، بقى نشتغل واحنا مطمنين على الاخر. بالمناسبه تحت امرك. التقارير اللي انا طلبتها من الاستاذ رشيد متاخر في التسليم، هتكون جاهزة النهاردة على مكتبك يا هاني إن شاء الله. أنا عندي مشوار هروح أعمله وهرجع على طول، أرجع ألاقي الورق ده موجود على مكتبي. أي حد هيأثر في شغله ما يلزمنيش. أنا ما صدقت إن الناس كلها دلوقتي خدت فكرة إن شركات عامر الديب رجعت أقوى من الأول. شوفوا شغلكم لحد ما أرجع. تمام يا فندم. فاني مصيبة دي، بس أول مرة بسمع تعملها. بتيجي في ميعادها ولا ترد على تليفونها. مش هي. أيوه أيوه باسل. خالد
خالد انت من امتى؟ ماشي يا بس ماشي. انا هتابع مع فايزة، هتابع معاها وهطمن مرفة. اوكي، يعني اول ما فايزة بلغني باي حاجه جديده هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. خالد الله يرحمه. لا، الحكاية دخلت في الجد قوي. هنشوف عبد الفايز ده كمان. ما احناش لاقين جوكر ولا